نروح للمداخله دي الاول، وهي مع الكابتن محمد مكي المدير الفني لحرس الحدود، واحد من اللاعبين المميزين جدا في تاريخ فرقه حرس الحدود، وكان متعب لكل الانديه المصريه. وانا بالتحديد كمان عايز اساله عن محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود اللي في كلام عليه كتير جدا من النادي الاهلي. يا كابتن مكي، مساء الفل عليك. مساء الفل عليك. طبعا يا امير، انا طبعا بشكرك وبحييك. الاول عايز اقول لك كل سنه وانت طيب بمرور السنه على البرنامج بشكرك يا الجميل كابتن، دوت، ربنا يخليك يا رب. وبشكرك ان انت يعني ظهرت للناس، للمجموعه اللي معاك كلها، الناس اللي ورا الكاميرا والناس اللي بتتعب معاك، وده شيء مميز ده منك حقهم الطبيعي والله، ده أقل من حقهم كمان. ان انت تبرز شغلهم وتبرز مجهودهم، فدي حاجه يعني ناس كتير ما بتعملهاش. فانا بشكرك ان انت بتقدم الناس دي. الناس دي برضه لازم تعرف الناس تشوفها وتعرفها، فدي حاجه طبعا مهمه منك يعني. طبعا، ده أقل من حقهم والله يا كابتن مكي. يعني فانا بشكرك ان انت، ان دي حاجه تحسب لك، ان انت بتحاول تخلي كل الناس اللي معاك على صف واحد معاك في البرنامج، فدي طبعا شيء طيب منك يعني، شيء طيب منك يعني. ربنا يخليك، ده واجبنا يا كابتن مكي. اولا طمني على فرقه حرس الحدود، المنافسه بالنسبه لكم في دوري المحترفين، الامور اخبارها ايه؟ والله يعني انت عارف الدوري السنه دي بشكله الجديد، اللي هو المحترفين بشكله الجديد، المنافسه صعبه جدا بشكل كبير جدا. فرق كبيره وفرق لها اسم كبير جدا، شأنها المحله، في بتروجيت، في حرس الحدود، في دجله، في اسوان، في طنطا، مش عايز انسى حد، شبين، فرق كتيره جدا وبتدعم بشكل كبير جدا، والمنافسه مشتعله. الماتشات كلها ما حدش عارف، ما فيش حد بيبقى متوقع نتيجه مباراه. الناس بتدعم بشكل كويس جدا، المنافسه محتده، بتروجيت فرق شويه بسبب تقريبا، والمحله وبترو اسيوط ورا بعض كده في اللضناط يعني. فنتمنى ان شاء الله يعني في اخر السبق دوت ان شاء الله نكون لنا نصيب حرس الحدود ان شاء الله في حجز بطاقه التاهل ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله نتمنى لكم يا رب كل التوفيق. رايك ايه في محمود ممدوح مهاجم الفريق وهداف، احد هدافي دوري المحترفين هذا الموسم؟ قبل ما اقول المعلومه اللي عندي، بس عايز اخد رايك الفني بخصوص اللاعب يا كابتن. هو طبعا ممدوح، انا بقول له ممدوح على طول يعني. طبعا ممدوح ابن من ابناء النادي ومولود 2002، سنه صغير يعني، صعد معايا الموسم اللي قبل اللي فات، كان معايا في الفرقه وكان برضه من هدافين الفرقه، صعد معايا السنه الموسم اللي فات، كان اشتغل معانا في الدوري الممتاز على فترات مع الكابتن ايوب، وبعد كده الكام ماتش اللي في الاخر اللي انا مسكتهم ال10 ماتشات بعد ما الفرقه خلاص كانت يعني، خلاص كانت كما قوسين ادنى من النزول، اشتغل معايا بشكل كويس وجاب تقريبا بتاع 3 أو 4 تجوال. السنه دي هو الحمد لله يعتبر هداف الفرقه وهداف المشاركه مع احد اللعيبه في بتروجيت. لاعب كويس، قدراته كويسه، سنه صغير، اظن ان المستقبل قدامه الفتره اللي جايه كمان للتطوير كويس. هو عنده يعني عنده قابليه للتطوير بشكل كويس، فاظن ان هو مستقبله جاي، لكن محتاج ان هو يشتغل على 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 العقليه أكيد. شويه على العقليه طبعا، لان ده مهم، ده مهم جدا جدا. احنا قاعدين عندنا امثله كتيره جدا للعيبه كانوا جامدين قوي في الكوره بس العقليه ودتهم في داهيه. لا يعني ده مهم جدا. ناخد بالك برضه هو يعني ما احتكش كتير، هو ابن من ابنائنا ده حرس الحدود، ما احتكش بشكل يعني ما احتكش بشكل كبير، لكن اظن ان هو يعني بيحاول في كل مره بيحاول فيها، واظن ان هو ان شاء الله يبقى له مستقبل الفتره اللي جايه حرس الحدود او اذا كان في احد الفرق الكبرى. وان شاء الله يبقى له دور في الفتره اللي جايه، ممكن كمان في الفتره القريبه ان شاء الله مع منتخب مصر ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هل بالفعل في تواصل حصل من النادي الاهلي مع نادي حرس الحدود بخصوص انتداب هذا اللاعب، ولا القصه عندك اخبارها ايه، او المعلومه اللي عندك، او اللي اتقال لك ايه يا كابتن مكي يعني انت مدرب الفريق؟ والله بص، هي الفكره، هو ناس كتير متابعه، عشان اكون اكتر مصداقيه معاك، وفي احد الفرق برضو يعني من خارج مصر متابعينه، وفي فرق كتير في الدوري المصري متابعينه، لكن حاجه جديه وصلت للنادي بشكل جدي بشكل رسمي مفيش. لا ده ما حصلش، يعني ده ما حصلش، لكن في متابعه وفي ناس بتكلمه، بعض الوكلاء، في وسطاء بيجصوا النبض بتاع الكلام ده كله يعني، لكن حاجه رسميه لا، ده لحد ما بكلمك دلوقتي ده ما حصلش حاجه رسميه من النادي يعني. لكن اظن ان هو يعني اظن ان هو في الفتره اللي جايه اظن ممكن يبقى في احد العروض يعني، اللي ان شاء الله ممكن يتحرك يعني خلال الشهر ده ولا في الصيف؟ لا يعني انا اظن، انا ما اظنش ان ممكن في دلوقتي يعني، وده برضو يعني حاجه انا بقولها من خلالك، اتمنى يكون سامعني، ان الحاجات ديت بتاثر على أكيد. الفرقه
وبتأثر عليه بشكل ما برضه، لأن في الآخر هو زي ما قلت لك هو لسه صغير عنده 20 سنة ولا 21 سنة، بالظبط. فبرضه الكلام الكتير دوت بياخد منه. لازم يركز بقى يعني، ما يتشتتش بالكلام والأخبار دي يعني، لو هو حابب إن هو ياخد نقلة جديدة في مسيرته يعني. أنا يعني حتى بقول له من خلالك، أنا بتكلم معاه كتير والكلام ده كله، فأنا بقول له من خلالك إن هو المفروض الكلام ده ما ياخدش منه، بالعكس المفروض الكلام ده يديله دافع بشكل كويس، أكيد لأن هو عاجلا أم آجلا مش هيستنى. مش يعني هو هيستنى، عاجلا ما أم شاء آجلا الله عليه. أظن قدراته بتقول إنه عاجلا أم آجلا مش هيستنى، لكن مش دلوقتي يعني، مش ماتش مفهوم. وماتش، او مش شويه وشويه، لا لازم الاستمراريه دي، اظن ان دي مهمه جدا يعني. اكيد كابتن مكي، انا بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك يا رب كل التوفيق. واحد من الشخصيات الجميله المحترمه جدا، بشكرك شكرا جزيلا.